خليني اخد معاكم المتحدث باسم وزاره التعليم العالي دكتور عادل عبد الغفار. صرح اليوم بان وزير التعليم العالي دكتور ايمن عاشور وجه الى التحقيق العاجل في مخالفات شهدتها حفلات تخرج لطلاب بعض الجامعات والمعاهد، وشدد الوزير على افادته بنتائج التحقيق بشكل عاجل، موجها الى اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه تجاه كل من شارك في تنظيم هذه الحفلات وادارتها على مستوى اعضاء هيئه التدريس والإداريين والطلاب. خليني أقول لكم أنا مبسوطة جدا بالقرار، لكن كل اللي أنا عارفاه أن الطلبة خلاص هم اللي تخرجوا مش تحت وصاية الجامعة، دي برضو حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها. فكرة الدكاترة والإداريين أكيد لازم يبقى فيها وقفة، بس كله من على قدره. فكرة بقى الخروج على الأعراف الجامعية دي أنا بشكر الوزير فيها، وبشكر دكتور عادل عبد الغفار أنه طلع هذا التصريح علشان نفهم، لكن إحنا محتاجين نفهم ليه فكرة الطفرة اللي حاصلة دي في أن كل الولاد بيحاولوا يلفتوا الانظار. هل ده بسبب السوشيال ميديا مثلا، ما في كم طالب او طالبه بمجرد بس رقصتهم في حفله التخرج عملوا شو كبير وعملوا لفت نظر كبير؟ خلينا نعرف اكتر من خلال دكتوره ولاء شبانه استشاري الصحه النفسيه والتربويه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور عليكم حبيبتي، اهلا بيكي. برحب بحضرتك معانا، وقولي لي كيف تابعتي خروج بعض الطلبه عن الاعراف الجامعيه في حفلات التخرج الفتره الماضيه؟ طبعا يعني كل التحيه لمعالي الوزير طبعا وضع هذا القرار الحاسم في الوقت المناسب، ولكن التحليل النفسي والشخصي لهذا الموقف، اولا هو طبعا يعتبر غياب من القدوه، ويؤسفني ان انا اقول الكلام ده، لان لو كل اب وام منبهين على ابنهم او بنتهم بان مكان التخرج ده على فكره سواء داخل الجامعه او خارج الجامعه فهو مكان له قدسيته، لان ده مكان علمه وتخرج من مجمع علم، فما ينفعش ابدا ان يكون السلوكيات بهذا الشكل باي منطق وباي عرف من الاعراف، ده لا يصح تماما. ولكن للاسف هوس الترند اللي بقى دلوقتي منتشر بين الشباب وبين الكبار كمان اصبح بيسيطر بشكل كبير جدا من خلال منصات السوشيال ميديا على فكره ان اي سلوك بينحرف عن المعتاد او بينحرف عن الطبيعي بيبقى هو اللي بياخد الريتش، هو اللي بياخد الترند، وهو اللي بيبقى موضوع الساعه باي شكل من الاشكال. فطبعا للاسف دي ظاهره سيئه جدا جدا، فعلا لابد من حسمها سواء من الجهات المعنيه او من المجال التربوي داخل الاسره. ايه المفروض يطبق يا دكتور علشان نحافظ على هذه التقاليد والقدوه؟ فكره برضو غياب القدوه اللي حضرتك ذكرتي، وده شيء يعني المفروض هنا مش دور الجامعه بس ابدا، احنا الاسره طبعا شريك في ده، والمجتمع كله شريك في ده. انا شايفه ان ما بقاش في حاجه، في محاوله كده لتغييب القيمه، فكره ان كله سهل، كله ممكن نهزر، كله ممكن يصبح في حاله من الحالات كده تهريج. لا، هي طبعا للاسف زي ما بقول لحضرتك هي ظاهره سيئه، وغياب القدوه والمعيار القيمي من الاسره ده للاسف يعني بيمثل دور كبير جدا. ولكن يجب توعيه الطالب نفسه او الطالبه نفسها على فكره الوقار في مكان العلم او احترام الذات او احترام النفس، ده في حد ذاته لا يتعارض تماما اصلا مع فكره الفرحه. ما احنا كلنا بنفرح وكلنا بنغني وكلنا بنرقص في الحفلات والحاجات الخاصه والمناسبات بتاعتنا، بس الاعراف والتقاليد بتاعتنا كمصريين وشرقيين دايما بنحن على الاقل حتى في الاماكن اللي فيها افراح بالشكل ده بنفصل حتى فيها مثلا الشباب عن البنات، يعني ما بيبقاش فيها الاباحه والاتاحه اللي بالمنظر ده ابدا. ففكره ان احنا مش بنتكلم في تعقيد ليهم، والله كل واحد من حقه ان هو يعبر عن فرحته وكل واحد من حقه ان هو يفرح، ولكن في حدود لهذه الفرحه، في اسلوب تربوي محترم نقدر ان احنا نعبر فيه حسب المكان، زي ما بنقول كده لكل مقام مقال. في فرق ما بين ان انا ابقى بين اخواتي واولاد خالتي واسرتي اللي موجوده الصغيره، وما بين ان انا ابقى في مكان عام، وما بين ان انا ابقى في الشارع، وما بين ان انا ابقى في حرم جامعي او في مجمع علم. لا يعني كل حاجه في الحاجات دي ليها مستوى خاص من التعامل وليها مستوى خاص من الملابس. يعني حتى مستغرب جدا من فكره يعني ايه، يعني معلش احنا منصات دكاتره، احنا نفسنا والله كمحاضرين ودكاتره ما ينفعش نلبس غير فورمال، ما ينفعش، واللي هو المفروض احنا اعلى قيمه علميه في المتواجدين كلهم. فلما يكون المنصه العلميه نفسها لابسه فورمال والطلاب بيلبسوا سواريه، انا مش فاهمه ايه السواريه ده، يعني ده بيعبر عن ايه؟ وانت في الاخر هتلبسي روب التخرج فوقيه المتعارف عليه، يعني كبروتوكول حتى شياكه ليكم يا شباب ان انتوا تلبسوا فورمال في المناسبات اللي زي دي. يعني حتى ده ضرب من ضروب الاتيكيت اصلا اللي المفروض تكون متبعه بالنسبه لنا، ان يفرق كتير جدا ان انا في حفله رسميه وفي حفله تخرج يعني مجمع علم زي ما بنقول، ان انا لازم اكون بحترم هذا المجال وهذا المكان بان انا اكون لابسه فورمال.
يعني. لكن فكره حتى التردي في الاذواق بهذا الشكل، ان اكون في حفله علميه والبس فستان سواريه، يعني الحقيقه انا مش عارفه ليه ما فيش توعيه بالشكل الكافي للولاد دول والله. حقيقه بشكرك يا دكتور، بشكرك دكتوره ولاء شبانه الاستشاريه الصحه النفسيه والتربويه، بشكرك جدا يا فندم.